مرحبا بكم اعزائي متابعين قناه برامج اونلاين وين ما تكونوا، وياكم مختار العراقي. من ضمن سلسله الهواتف والفروقات ما بين الهواتف الذكيه وخاصه الاندرويد، اليوم نقدم لكم هذه الحلقه ما هو الفرق ما بين فئات هواوي وتحديدا فئه البي وفئه الميت. لهذا خليكم ويانا مع هذه الحلقه. فالشركة لما تخصص أكثر من فئة من الهواتف مثل باقي الشركات، هي طبعا بالتحديد أنه تخصص على المستخدمين المحبين للهواتف، فتخصص لكل استخدام شكل. لكن في نهاية الفيديو راح أبين لكم الفروقات ما بين الميتين والبي، لهذا راح نحاول أنه نوجد الفروقات والمواصفات ما بين الهاتفين من ناحية الشاشة، البطارية، الكاميرا الآخري. وبنهاية الفيديو إن شاء الله راح أعطيكم مختصر عن هذا الموضوع حتى تكون عندكم صورة متكاملة عن هذا السؤال اللي دائما يتكرر مع أغلب مستخدمي الهواتف الذكية: لماذا تصنع الشركات أكثر من فئة من الهواتف الذكية؟ لماذا تصنع فئة واحدة؟ فلهذا راح نبدي مع المواصفات التالية والفروقات ما بين Mate 10 Pro و P10 Pro. خلوكم يعني نبدأ مع الشاشة. فشاشة الهاتف هواوي P10 Pro هي تأتي بحجم 5.5 إنش، أما في الميت برو فقامت بتطويرها إلى 6 إنش، وهذا الشيء أول فرق متواجد ما بين الفئتين. أيضا نوع الشاشة الـ IPS في 10 Pro هو IPS New، وفي نسخة الميت هي الـ AMOLED المشهورة من شركة سامسونج. الفرق ما بين الشاشات أو نوع الشاشة هي التكلفة وحجم العرض والدقة أيضا. فدقة الـ IPS في هاتف 10 Pro هي تصل إلى 1440 في 2560 بيكسل، أما في 10 Mate Pro فهي دقة الكاميرا توصل إلى 1080 في 2560. الفرق ما بين الدقة أنه حجم العرض للشاشة يختلف من هاتف لآخر. ففي هاتف 10 Pro حجم العرض الشاشة هو 16 إلى 9، أما في الهاتف الميت برو فهي 18 على 9. طبعا هذا الحجم العرض هو يتناسب مع فيديوهات اللي تعتمد على خاصية الـ HDR واللي شفناها في أجهزة السامسونج وحتى أجهزة الآيفون وأيضا جالكسي S8 مع بداية السنة. أيضا كثافة البكسل تختلف من هاتف لآخر. فكثافة البكسل في P10 Pro هي 540 لكل إنش أو لكل بوصة، و 440 في الهاتف الثاني الميت برو. طبعا هذه كثافة البكسل تكون مشبعة أكثر بالشاشة الميت برو، وذلك لأنه الهاتف يحتل مساحة 80% من واجهة الهاتف، وأيضا يكون هذا الهاتف عديم الحواف أو حواف جدا نحيفة. فكانت شركة هواوي تنافس على طول هذه السنة لتحقيق هدف أنه هواتف بدون حواف. فهذا الهاتف يكون مع شاشة عريضة ونسبة العرض 18 على 9، فراح تحصل على فيديو بدون حواف مؤطرة سوداء وأيضا بدقة عالية مع خاصية الـ HDR. أما في الـ P10 برو فهي نسبة الشاشة تحتل 71% من واجهة الهاتف. نأتي بالحديث عن المعالج وذاكرة العشوائية. فبي 10 برو يحمل معالج أيضا من كيرن 960 8 نواة، وهذا الهاتف يكون هو مع بطاقة جرافيك G71. هذا 71 تكون هي MP8، أما في نسخة الميت فهي بطاقة الجرافيك والمعالج هو 970 كيرن. هذا المعالج اللي هو يختص بالذكاء الاصطناعي ولأول مرة فيه بين الهواتف الذكية، مع بطاقة الجرافيك G72 MP12. هذا النسخة أو هذه الفرق من بطاقة الجرافيك هي تكون أطور من MP8، لكن المشكلة أنه هذا الهاتف راح يقوم بتشغيل الألعاب، لكن لا تتوقع أنه راح يحمل أو يقدر يشغل ألعاب جدا جدا قوية، لأنه الفئة ما بين الهاتفين تكون مغايرة وراح نذكرها مثل ما ذكرنا سابقا في آخر الفيديو. فهذا المعالج راح يقوم باعتماد الكلي على ذاكرة العشوائية. فذاكرة العشوائية في هاتف P10
برو وهي 4 جيجا مع نسختين حتى 6 جيجا مع تخزين 128 و64، لكن في هاتف الميت برو خصصت الشركة سعة تخزين 128 والذاكرة تكون 6 جيجا، ف 6 جيجا ذاكرة مع وجود الجي 71 72 بطاقة الجرافيك راح يكون قادر على تشغيل الألعاب، لكن ليست الألعاب القوية جدا لأنه هذا الهاتف مخصص لفئة معينة، لذلك تكون ذاكرة عشوائية تقريبا مقارنة ما بين الهاتفين. والمعالج انه الفرق ما بين 960 و970، ف 970 اللي يحمل الذكاء الاصطناعي واللي تعتبر الشركة انه راح يعمل بشكل اوفلاين دون الحاجة للانترنت مع هذا المعالج القوي والرقاقة اللي وضعتها هذه الشركة. بالحديث عن الكاميرا وكاميرا الهاتف للهاتفين البي 10 برو والميت 10 برو، الهاتفين هو نفس الكاميرا المزدوجة اللي هي اعتمدنا عليها من شركة هواوي ومع بالاتفاق مع لايكا الخاصة بتصنيع عدسات الكاميرا، فراح يكون انه الكاميرا المزدوجة 20+12 ميجا بكسل. الفرق انه في حجم العدسة، فحجم عدسة في هاتف الميت 10 برو الأخير هو 1.6، فبالتالي هذه العدسات اللي سبق ان شرحناها في افضل انواع الكاميرا بالحلقة السابقة تكون ابتشر وايد وتدخل اضاءة اكثر للكاميرا، فبالتالي راح تحصل على صور مشبعة اكثر بالالوان، وايضا يكون التدقيق ودقة الصورة تكون جدا واضحة وجدا عالية حتى تبين تفاصيل الصورة. اما في الوضع النهاري فراح يكون يختلف قليلا، راح تكون اضاءة مشبعة اكثر لانه مع ضوء النهار ومع هذا وجود العدسة، فراح تكون شبه تكون الالوان جدا جدا قوية، فلكن بالاوضاع الليلية الوضع الليلي يكون افضل مع هذه العدسات. اما في التين برو فشاهدنا عدسة الكاميرا هي تكون بحجم 1.8 من ناحية فتحة العدسة. الأوضاع التصوير الـ OIS المثبت البصري موجود على الهاتفين، أيضا الزوم 2X بدون خسران الدقة واللي أغلب الشركات شفناها مع سامسونج وحتى الآيفون تعتمد على هذا الخاصية الجديدة، أيضا أوضاع السلو موشن، أوضاع تصوير 4K أيضا موحدة بالهاتفين فهي 4K تصل إلى 30 لقطة بالثانية. أما من ناحية أخرى أنه هذه العدسات مثل ما نعرف أنه أحدها لحادية اللون والثانية للألوان البقية او للتليفوتو تقريبا خلينا نقول، فهذه الكاميرات ايضا تكون موحده. الاختلاف الثاني الموجود بكاميرا الهاتفين بالكاميرا الاماميه ايضا فتحه العدسه، فالكاميرات الاماميه هي 8 ميجا بكسل تصوير فول اتش دي، لكن فتحه العدسه في ميت برو هي 2 وفتحه العدسه في بي 10 برو هي 1.9، الفرق درجه تقريبا في حده الصوره والزاويه الواسعه اثناء تصوير الصور السيلفي. اخيرا نتحدث عن البطاريه، فالبطاريه في بي 10 برو هي 3750 ملي امبير مع خاصيه الشحن السريع الفاست تشارجنج، لكن الشركه في ميت برو وضعت 4000 ملي امبير، وايضا هذا الفرق الثاني او الثالث تقريبا من ناحيه الفئات مع خاصيه السوبر فاست تشارجنج واللي من خلالها حسب راي الشركه انه ممكن تشحن الهاتف 58% خلال 30 دقيقه، فمع هذه المواصفات يصبح الميت 10 برو تقريبا المنافس القوي في نهاية هذا العام أو النصف الثاني من ناحية الهواتف الذكية وما يخص نظام الأندرويد. الفرق ما بين فئات البي وفئات الميت أنه فئات البي تكون مخصصة أو تكون أقل تكلفة وايضا مخصصه للاستخدام الشخصي او الكلاسيك ديزاين، فهذا النسخه البي هي تكون الاستخدام الشخصي العادي لالتقاط الصور لاستخدامات الاتصال استخدامات الانترنت الى اخره، اما فئه الميت فهي مخصصه رجال الاعمال والاعمال القويه، لذلك تكون الشركه دائما هذا الهاتف يكون استهلاك اكثر للطاقه والشاشه لازم تكون كبيره، فبالتالي هذه الفروقات الوحيده ما بين الهاتفين. ودائما شركة هواوي تقدم معظم التقنيات السنوية اللي تقوم بتغييرها من ناحية المعالج من ناحية واجهة الهاتف، ف
فتقدمها في سلسلة البي أولا في مع بداية السنة، ثم تترك الميت للتقنيات الأكبر. وهذا لاحظناه أنه كيرن 960 ظل مستمر مع بداية 2017 مع سلسلة البي وأيضا مع سلسلة الأونر، لكن في سلسلة الميت فهي وضعت الذكاء الاصطناعي 970 الكيرن 970 هذا المعالج اللي نال يعني حسب ما تقول الشركة أنه ممكن راح يغير من عالم التعامل مع الهواتف الذكية والتقاط الصور، لأنه واحدة من الميزات اللي وضعتها الشركة واللي ذكرتها بالمؤتمر الأخير أنه من خلال كاميرا الهاتف مع وجود كيرن 970 راح تقدر تحدد نوع المقطع، نوع المشهد اللي راح تلتقطه، إذا كان جماد، إذا كان شخص، إذا كان بلاندسكيب يعني أوضاع يكون تصوير في الخارج أو أوضاع طبيعية، فهذا الشيء راح يخليك أنه تحصل على أوضاع أوتوماتيك من ناحية الإضاءة والتقاط الدقة. فبالتالي شركة هواوي تقدم أفضل هواتف لهذا العام، وهذه الفروقات الوحيدة مع الهاتفين. فمثل ما ذكرنا هذه الفروقات ما بين البي والميت هي نفس الفروقات مع أجهزة سامسونج بسلسلة الأس وسلسلة النوت. فبالتالي هي هذا الفرق الوحيد ما بين الشركات، وأيضا تكلفة مثل ما ذكرنا تكلفة البي تكون أقل وتكلفة الميت تكون أعلى. فإن شاء الله بهذه الحلقة فدتكم بهذه المعلومات واستفاديتوا مع هذه الحلقة. لا تنسوا مشاركة الفيديو، الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم آخر الفيديوهات ومشاركة الفيديوهات بشكل مستمر. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم، وكان معكم مختار العراقي من برامج أونلاين.